بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة نجيب الخزعل، قسم اللغة الإنجليزية والترجمة. اليوم بإذن الله راح أبدأ شرح الدرس الرابع أو الوحدة الرابعة. أول حاجة voicing and consonants. The larynx. Larynx معناتها الحنجرة، وبندرس أربع أوضاع للحنجرة وش ممكن ننطق فيهم. أول حاجة اليوم كل كلامنا بيكون عن ال vocal folds، وهم الغشاء اللي موجود هنا، هذا المكان اسمه vocal folds. وبنتكلم عن هذه الخط أو هذه الفتحة وش أهميتها في نطق الأحرف. أوكي، أول حاجة عندها بهذا الشكل إن هدول الخطين يكونوا متباعدين عن بعض زي ما احنا هو قايل wide apart. The vocal folds are wide apart for normal breathing and usually during voiceless consonants like p, your vocal folds are probably apart now. Okay. أول حاجة لازم تعرفوا وش الفرق بين ال voiced وال voiceless consonants. في عندنا أحرف يكون فيها اهتزاز في الرقبة، يعني لما تحطي ايدش على رقبتش تحسي بالاهتزاز، منها مثلا ز، حرف الزا هذا يعني على طول بتحسوا فيه. وبس أبغى أنوه على نقطة، لما تحاولوا يعني تحسوا بالاهتزاز مو تقولي الحرف بعد الهمزة، يعني مو تقولي فا بعدين تحسي باهتزاز الهمزة اللي في النهاية وتقولي إنه أوه هذا voiced، لا تقولي الأحرف بهذه الطريقة عشان حرف الفاء. حرف الفاء voiceless ما في أي اهتزاز. سا برضو ما في أي اهتزاز، لكن مثلا الزا ج دول يعني اهتزازهم واضح، يكون قلنا متباعد. طبعا هذا بيجي في الاختبار، واحفظوا الرسمات الأربعة كلهم وش معناهم. أول واحد يكون متباعد في النفس العادي لما بناخذ نفس، أو الأحرف اللي ما فيها اهتزاز ال voiceless consonant. هنا يكون ضيق متى؟ لما ننطق حرف واحد اللي هو الها، رمز ال H هنا مكتوب narrow glottis، اللي هو يكون if air is passed through the glottis when it's narrowed as in, the result is a fricative sound for which the sample is H. يعني عرفنا ان ال H هو fricative ويكون يعني ضيق narrowed. هذه ترجت narrowed يكون أي على أي شكل، هل يكون ال A أو ال voiceless أو يكون ال H. عرفنا الإجابة. The sound is not very different from a whispered vowel. It's called a voiceless glottis fricative. Okay. هادي ال vibration يكون هذا يهتز، هذا الخطين قاعدين يهتزوا بقوة يسببوا vibration اللي هو اهتزاز، ويكونوا إلينا ال voiced consonant زي حرف الزا لما نلمس رقبتنا نحس بالاهتزاز. سهلة جدا. نجي متى يكون مغلق تماما؟ طبعا هو يغلق تماما بعدها ينفتح فيطلع لنا حرف الأ، أ اللي هي الهمزة، وهي على شكل علامة استفهام بس ما أدري هي هنا أعتقد. The vocal folds tightly close. The vocal folds can be firmly pressed together so that air cannot pass between them. When this happens in a speech, we call it a glottal stop. A glottal stop. Or glottal plosive, for which we can use symbol اللي هي علامة الاستفهام لحرف الأ. You can practice this by coughing له حرف الأ. ترى في تمارين حلوة الكتاب، يعني يخلينا كيف ننطق الأحرف ونعرف
وش السالفة، يسهل علينا. واعتمدوا على انكم تفهموا كيف تجربوا الأحرف بدل ما نحفظ. المهم respiration and voicing، أيوة ال air stream، كأنها جت على ما أتذكر. When air is made to move out of the lungs we say that there is an aggressive pulmonic air stream، اللي هو تدفق الهواء. وكل الأحرف أساسا تحتاج إن احنا ناخذ نفس أول، تالي نقراها. حتى تشوفوا في اللي يدرسوا تجويد قرآن ولا حاجة يحتاجوا نفس طويل عشان يكملوا قراءة لين ينقطع النفس. إذا كل نطق الحروف يعتمد على النفس. أن الفايبريت والفويسينج قلناها، هذه جت في الاختبار الشفهي. الفايبريشن لها ثلاثة أنواع، الانتنسيتي. الانتنسيتي هي وشو؟ shouting or speaking quietly، يعني إنك ترفع صوتك أو تنزله، هذه تعتبر درجة الانتنسيتي الشدة. الفريكونسي تكرار، يعتمد على عدد الاهتزازات في الثانية الواحدة أو في وقت معين. عندنا الكواليتي، الجودة في الصوت، هي تعتمد على وشو؟ harsh breathy، يعني كده قاعد يتكلم وياخذ أنفاس ياخذ أنفاس، أو murmured يعني يهمس يتكلم بصوت نزيل. creaky اللي هو الصوت الحاد، هذول كلهم يندرجوا تحت الكواليتي. جينا الحين للبلوسيف، اللي هم يعني أبسط وأسهل أنواع الكونسوننت. البلوسيف، بلوسيف معناها الحروف الانفجارية ولها خواص معينة. بشرحها كده باختصار. الخاصية الرئيسية هي وشو؟ إنه يكون عضوين من أعضاء الحركة ينطبقوا على البعض بشدة، تالي ينفتحوا وتطلقوا الهواء فيهم. مثال عليهم حرف البا، تسكر الشفايف بقوة بعدين نفتحهم ويطلع حرف الباء. الأحرف الانفجارية. A plosive is a consonant articulation with the following characteristics. One articule is moved against another. Or two articulators are moved against each other. مفهومة. After this structure has been formed and air has been compressed. بعد ما انضغط الهواء بقوة. It's released. يتم إطلاقه. If the air behind this is still under pressure when the plosive is released, it's probable that the escape of air will produce noise enough to hurt. It's called plosion. اللي هو الانفجار. لما نطلق الهواء بيطلق وياه صوت تسميه plosion، واللي هو صوت الحرف أساسا. There may be voicing during part or all the plosive articulation. ممكن بعضها يكون فيها voicing، فيها اهتزاز، اللي هو الاهتزاز اللي في نهاية الحلق. وبعضها لا، ما يكون فيها اهتزاز، تكون بس. طبعا اللي ما فيها اهتزاز هم يصنفوها انها اقوى، اوكي، وحتى يعطوها اسم قوي اللي هو fortis، voiceless او fortis. ولازم تفهموهم ثنتينهم. واذا حابين تستخدموا voiceless أو تحسوها هي الأسهل والمفهومة أكثر، عادي ما في مشكلة، بس أن تفهموا أن برضو يسموها فورتس، لأنها ممكن تجي يعني اختياري ولا شيء. To give a complete description of a plosive، طبعا هذا كله فهم، ما تحفظي فيه ولا شيء، بس تفهمي يعني. This first is when the articulate move against in، تسميها closing phase. أول حاجة تسميها مرحلة الإغلاق، لما تجيبي عضوين تحطيهم على بعض، بعدين compression phase الضغط، آخر شيء release phase اللي هي لما تطلقي الهواء، واللي بعدها post release بعد الإطلاق. مقسمينهم إلى ثلاث مراحل، وأني أشوفك يعني حشو بس، لأنه برضو مشروح فوق فما له داعي. English plosive، وأفضل أشرحهم على طول من الجدول، لأن احنا بنحفظهم وهذا كله كلام ما له أي معنى. المهم انجي لهذا الجدول، هو بالضبط خلاصة كل الدرس، هو اللي راح نحفظه وفي كل حاجة.
أول شي في وصف الأصوات في عنا نقطتين أو حتى 3 نقاط، 3 نقاط رئيسية لازم تذكريها في وصف الصوت، وراح تيجي بعد برضو في الاختبار في المد تحديدا. وترى الدكتور كل شوي يعيد ويقول الأسئلة، فانتبهوا لي وش أركز عليه. البلوسف أنا بالنسبة لي مهمة، البلوسف والنيزل، بس إحنا الحين أول حاجة قاعدين ندرسها ونركز عليها هي البلوسف. وشهم الـ3 أنواع اللي على أساسها بنوصف الصوت؟ هل هو voiceless أو voiced، the place of articulation وال manner of articulation؟ بالعادة إحنا ندرسهم manner manner، يعني إيه الحين هذا الـ manner وشو؟ plosive. أوكي، بعدين ناخد الحرف نشوف وين مكان نطقه، وين المكان المسؤول عن نطقه، هذا نسميه الـ place of articulation. البلوسيف عندنا 3، ونقرر يا يكون voiced يا يكون voiceless. أوكي، أول شي ناخد أول حرف وأسهل حرف اللي هو البا. با bilabial. وش يعني bilabial؟ البايلابيال اللي هم اللي تكون مسؤولة عن نطقهم الشفاه العلوية والسفلية. حرف البا نطبق الشفة العلوية على السفلية، نضغط شوي نفتحها يطلع علينا صوت البا، واللي هو صوت voiceless plosive bilabial voiceless consonant. هذا الوصف التام إلى حرف الباء. بالمقابل إليه حرف الباء واللي هو voiced bilabial plosive consonant نفسه، بس هذا voiced. نجي لحرف التاء أو صوت التاء. التاء وين ننطقه؟ الألفلار. أساسا وش هي الألفلار؟ لما تنطقي على طول جربي حرف التاء أو الدا، وين يروح لسانش؟ وين المكان اللي تنطقي فيه هذا الحرف؟ فوق الأسنان العلوية بشوي، اللي هو من ورا تا تا دا، هذا المكان نسميه ألفلار. إن حرف التاء voiceless، ت ت د دا أغمق منه voiced. هذه منطقة الألفلار، بلوسيف ألفلار voiced or voiceless، هذول تا ويقابلها دا. نجي لآخر نوع من البلوسيف اللي هو الكا والجا. كا voiceless، جا voiced، اثنينهم في منطقة الفيلر. وش هي منطقة الفيلر؟ منطقة يمكن هي آخر منطقة في الفم. ك ك ج ج، جربي الأحرف عشان تفهمي بالضبط وين هي المنطقة اللي يطلع منها الصوت، ونسميها فيلر، اللي هي نفس منطقة الإنج. بس خلينا من هالحين، خلينا نركز على البلوسيف، تحفظي لي بس هالجدول وتكوني حفظتي الدرس كامل. أنا الصراحة يعني كذا أحب أعطيكم الخلاصة على طول، ما نطول كلام عشان بعد يمديكم تشوفوا هذه الفيديوهات أيام المد. Tables like this can be produced for all the different consonants each major type, such as plosive, fricative, nasal. لا خلينا من دول البلوسيف، خلاص اليوم بس البلوسيف يكفينا. خلينا نشوف الريتن اكسرسايز، أأكد ليكم على موضوع الكلمات اللي فيها ترانسكريبشن تحفظوا الترانسكريبشن حقها. مثلا كلمة بيك كيف ممكن تسوي لها ترانسكريبشن؟ اختبروا نفسكم أول، بيساعدكم، لأن صراحة أقول لكم إحنا جاب لينا في النهائي جملة كاملة يبغاها ترانسكريبشن، وإحنا كل اللي درسناه أساسا كلمات. غير كده يعني من رأيي الصراحة يعني إنش تدرسي دول الأحرف يعني في ترم واحد ما يأهلش إنش تكتبي قطعة بالترانسكريبشن، لكن بيأهلش تدريبش إذا ضليتوا تتدربوا وتكتبوا في مواقع طبعا تطلع لش ترانسكريبشن، إكسفورد ديكشنري، كامبريدج ديكشنري. أنا عن نفسي أحب الكامبريدج يعني تعودت عليه وخلاص. عندش مثلا كلمة goat، طبعا إياني وياكم تخطأوا في الكونسوننت، الكونسوننت هم نفسهم في الترانسكريبشن يعني ما فيها أي تغير. مثلا بيك تحطي سلاش بي بعدين بيك، هذا نوع من الدفثونج، ايه
وأني شرحته من قبل. أي اللي هو يكون إي و آي بيك، بعدين الكاب وتسكري بسلاش، أهم شي يكون بين سلاشات. ومعلومة مهمة ترى، إذا تغلطي في حرف واحد في الترانسكريبشن يعتبر كامل صفر، فحاولي تجيبي كلمات صحيحة على الأقل. جوت هذه بعد diphthongs، فيها من حرف ومن حرف. جوت طبعا الكلمات تتأكدوا من نطقها، النطق البريطاني. الأمريكي أبد ما راح يفيدكم بشيء، ولا تنطقي غلط وتكتبي الترانسكريبشن غلط، ارجعي على طول للمواقع. براويكم كيف، مثلا تك تي تك تك، كذا يكون نطقها وبهالشكل تكون. حلو، تجربوا على دول الكلمات، اختبروا نفسكم وارجعوا ليهم. وبكذا نكون خلصنا الدرس الرابع، ان شاء الله يكون مقطع بسيط ويمديكم تشاهدوه.